مرحبا بكم أعزائي المتعلمين في درس جديد من دروس الخط. إذن عنوان الدرس هو رسم الهمزة. إذن انتبهوا معي. إذن أولا ستحتاجون إلى ألواح لكي تتدربوا عليها. إذن سأقرأ الجملة الأولى: الولد أحمد يلعب الكرة. إذن هذه همزة، هذه همزة، هذه همزة. سنتدرب على كتابة الهمزة في الجملة في الكلمة الأولى. إذن لاحظوا معي. إذن الهمزة تكتب في حدود الخانة الثانية. نعم. لتمين. إذن لا تكتب هي أيضا في حدود الخانة الثانية. حرف الواو في حدود الخانة الثانية أسفل. اللام كذلك في حدود الخانة الثانية. حرف الدال في حدود الخانة الأولى. إذن سنتدرب أولا على الهواء. إذن سنبدأ بكتابة الهمزة على الهواء. إذن هكذا: واحد، اثنان. إذن خانتان ثم فتحة. نعم. إذن لنتدرب على كتابة الهمزة على الألواح. إذن خذوا ألواحكم، سنتدرب على كتابة الهمزة وحدة. إذن نعم. إذن نتمم كتابة كلمة الولد. ننتقل إلى الكلمة الثانية. إذن الكلمة الثانية هي أحمد. إذن سأكتب الهمزة في كلمة أحمد. إذن واحد، اثنان. نعم. سنتدرب على الهواء. إذن دائما واحد، اثنان، ثم الهمزة فوق في حدود الخانة الثانية. نتمم كتابة الكلمة. إذن حرف الحاء في الخانة الأولى. حرف الميم هو أيضا نكتبه في الخانة الأولى. حرف الدال كذلك في الخانة الأولى. نعم. ننتقل إلى كلمة يلعب. إذن حرف الياء وأيضا نكتبه في الخانة الأولى. حرف اللام خانتان. حرف العين كذلك في الخانة الأولى. حرف الياء. حرف الباء. في الخانة الأولى. نعم. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة: الكرة. إذن سنتدرب على كتابة الهمزة في كلمة الكرة. إذن سنكتب أولا على الهواء. إذن انتباه. إذن واحد، اثنان، ثم الهمزة فوق الألف. نعم. إذن نعم، هنا سنكتب على السبورة، على الشبكة الموجودة على السبورة. إذن واحد، اثنان، ثم نكتب الهمزة هكذا في حدود الخانة الثانية. حرف اللام كذلك في حدود الخانة الثانية. حرف الكاف نكتبه هكذا في حدود الخانة في حدود الخانة الثانية. نعم.
حرف الراء كذلك هكذا، خانة فوق، خانتان أسفل. حرف التاء نكتبه دائما في الخانة الأولى. إذن يجب أن لا ننسى نقطة نهايته. نعم، إذن سننتقل إلى التدريب على كتابة الهمزة على الألواح. إذن خذوا ألواحكم واستعدوا. سنبدأ بالكلمة الأولى. إذن اكتبوا الولد. إذن سنكتب كلمة الولد. إذن سنكتب على الألواح. نعم. ثم ننتقل إلى الكلمة الثانية التي هي أحمد. إذن سنتدرب على كتابة على الألواح. إذن خذوا ألواحكم واكتبوا أحمد. نعم. ننتقل إلى الكلمة الثالثة التي هي يلعب. إذن سنتدرب على كتابة أيضا على الألواح. ثم الكلمة الأخيرة الكرة. الكرة. إذن سنتدرب على كتابتها على الألواح. نعم. جيد. نعم. إذن ننتقل إلى كتابة بعض الكلمات على الألواح. إذن أنا سأعطيكم جملة وأنتم ستكتبون الكلمة الأولى في الجملة. نعم. إذن الباب مفتوح. الباب مفتوح. إذن سنكتب فقط كلمة الباب. إذن اكتبوا كلمة الباب. إذن نكتب الألواح. ننتقل إلى جملة أخرى. ننتقل إلى جملة أخرى. نعم. المسكن كبير. المسكن كبير. إذن سنكتب فقط الكلمة الأولى في الجملة. سنكتب المسكن. إذن اكتبوا على الألواح كلمة المسكن. نعم. ننتقل إلى كلمات أخرى. نعم. سنكتب كلمة أخي. أخي. إذن الهمزة في كلمة أخي تكتب على شاكلة الهمزة في كلمة أحمد. إذن سنكتب على الألواح أخي. نعم. ننتقل إلى كلمة أخرى مشابهة لكلمة أحمد. إذن سنكتب أيضا أبي. اكتبوا أبي. اكتبوا أبي. نعم. نعم. ننتقل إلى جملة أخرى. ننتقل إلى جملة أخرى. إذن استمعوا جيدا إلى الجملة. دخلت المسكن. دخلت المسكن. إذن سنكتب كلمة المسكن. المسكن. نعم. ننتقل إلى جملة أخرى. فتحت الباب. فتحت الباب. إذا سنكتب على الألواح فقط كلمة الباب. نعم. إذا نكتب. نعم. إذا الآن سنتدرب على الدفاتر. إذا خذوا دفاتركم واستعدوا. إذا سنتدرب على الجملة الثانية. إذا سأقرأ الجملة. البنت أمينة تلعب بالحبل. أعيد قراءة الجملة. أعيد قراءة الجملة. البنت أمينة تلعب بالحبل. إذن سوف تتدربون على كتابة الجملة على دفاتركم محترمين مقاس الهمزة في أول الجملة وفي وسط الجملة وفي آخر الجملة. إذن سنحاول أن نتدرب على كتابة الجملة على الدفاتر. نعم.
إذن أتمنى أحبائي التلاميذ أن تكونوا قد استفدتم قليلا من هذا الدرس، وإلى درس مقبل إن شاء الله.